أمين جبور محترف ألعاب كفة أو ما يسمى بالسحر، ولديه باستمرار موضوع يتفنن به أو جديد يعرضه على جمهوره. ليلى مش مثل كل ليلى، ليلى اللي حقامله شبه مستحيل. الفيرسيون تبعيتي ليلى إنه اختفي من الأرض وأظهر محل تاني. أحب أمين أن يخص برنامج للنشر بلعبة سحر يخوضها للمرة الأولى، وهي مستوحاة من الساحرين العالميين ديفيد كوبرفيلد وكريس أنجل. بتجرب فك جسمي وإجريي وأقدر أطلع من الجنازير أهم شيء. اللي عم تحضروني بالبيت كبار أو صغار، ما تجربوا تعملوا اللي أنا حعمله الليلة. هلا طبعاً ما في شيء اسمه سحر، يعني اليوم ما في شيء بنقدر نخفيه. في تقنيات وفنيات معينة بيستخدمها الإنسان بيأثر فيها على المشاهد واللي بيعتقد إنه خفي. هلا جمعة الجاي بعدك مصر انه بدك تخفي الطيارة، هلا ما نخفي الطيارة جمعة الجاي او اللي بعدها، لانه بتعرف هذا مشروع ما انه صغير، مشروع كبير، يعني حتى السياحين العالميين بياخذوا مش وقتهم، كل الماتريال جاهز. اول شيء انا بدي اقول للعالم اللي عم يحضروني كبار او صغار، الشيء اللي عم نعمله بيطلب تقنية عالية جدا وحرفية عالية جدا وقوة عقلية، وطبعا لازم واحد مش بسنة او سنتين يطلع ويعمل، يعني واحد ببلش من الصفر من القصص الصغيرة وبيعلى وبيوصل لأي ده، بيخفي بنات، يقص بنت شقفتين او يعمل الشيء اللي انا اوريدي صرت عامله. بدك تخفي الطيارة؟ هلا موضوع الطيارة موضوع حكينا فيه وصار في جدل كتير من وراه. هلا موضوع الطيارة موضوع كتير مهم واساسي، يعني اليوم بالدول العربية وبلبنان بعد ما في حدا خفي طيارة. اليوم في عنا سحر سعودي. لا لا ما بدي اسمي، ما بفوت بالاسامي، بس انا عم بقول انه ما حدا الاهرامات بمصر. اوكي كل واحد ببلده بيبرع. انا هو سعودي مش سوري اوكي سعودي مع احترامي له ما رح نسمي، بس انا بلبنان نسبه لعمري 21 سنه بقولها على الهوى وبفتخر فيها، اللي قدرت اعمله لهلا ابدا منه هين. شغلتنا نشتغل على النظر اكزاكت، شغلتنا انه نحن نخليك تركز على نقطه معينه ونحن نكون عم ناخذك لمحل ثاني.